اهلا بحضراتكم، لكم التحيه. ولازم ابدا بالاختيار. الاختيار عامل قلق، كله بيتفرج عليه. الشعب المصري كله فخور بجيشه وبمخابراته وبشرطته. الاخوان بقى عندهم حاله انكار لدرجه انه الاخواني من دول لو شاف نفسه في المرايه تلاقيه يقول انا مش عارفني، انا تهت مني. سلفيين في حالة صدمة من استخدام الإخوان ليهم. الخونة بقى في حالة يرثى لها، بيتفرجوا على المسلسل وبيستنوه، حتى بيتفرجوا على الإعادة بزيادة التأكيد، مش بيناموا، خايفين ومرعوبين يظهروا في المسلسل. يظهروا في المسلسل خونة بقى، وهم بيقبضوا مقابل الخيانة، سواء اللي جوه مصر أو اللي بره مصر. مهم إن كله بيتفرج وكله بيدور على نفسه في المسلسل، لكن الشعب المصري العظيم فخور بهذا العمل. النهارده في الجزء الثاني من الحلقه هنتكلم عن الاختيار وهنتكلم عن التاريخ. في مقوله بتقول من لا يدرك التاريخ ويعرف تفاصيله والحقائق بتاعته لن يكون لديه وعي كامل. الوعي هنا المقصود به هو تشكيل الشخصيه الوطنيه، شخصية اللي عندها مناعة ذاتية ضد أي تطرف أو أي إرهاب، شخصية اللي عندها انتماء لبلدها واللي فخورة بهويتها ومصريتها. ده طبعا بعيد عن أي تمييز ديني ولا حتى طائفي. تماما بقى ده عكس الشخصية المتطرفة أو الشخصية الإخوانية اللي حاولوا على مدار سنوات طويلة قوي يسرسبوها بين المصريين، لكن ما قدروش ومش هيقدروا. المصريين عندهم مخزون ثقافي ما يقدرش حد يفرضه عليه أو يغير من تركيبته أو من طبيعته. محدش يقدر يفرض عليه أجندته أو أفكاره أو حتى ثقافته المختلفة من أول، لو حضراتكم تلاحظوا، الحملة الفرنسية لغاية دلوقتي. عشان كده هيكون معانا إن شاء الله في